Welcome to Pinag! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كيف حالكم وش اخباركم وكذا وصلنا بينانج. الحمد لله على السلامة، الحمد لله ان وصلنا، كانت رحلة بسيطة والحمد لله وصلنا بسرعة. اي والله الحمد لله، يعني صراحة رحلة تقدر تقولوا 40 دقيقة 35 دقيقة نص ساعة شيء زي كذا، واحلى شيء انه هذه الفترة اسعار الطيران هنا في ماليزيا الطيران الداخل يعني مره رخيص بتراب الفلوس، فالحق ما تلحق، عندك اجازه عندك شيء الحق ما تلحق. اهم حاجه لا تنسوا رخصه السواقه عشان المواصلات هنا مره غاليه، فلازم تاخذ السياره، لازم تسجل سياره، لازم تبعد شوف اقول لكم هي باختصار، ما تستاجر سياره ما تستمتع، حتقعد تدفع مواصلات ايش من جراف ايش من مرفيش من معرفيش يلي تغلى بالحلا حول حرفيا ترى جراب اسعاره مره غاليه بالذات الفتره الاخيره رفعوا الاسعار فمره غاليه ما يستاهلوها. تقدر مثلا تستاجروا سياره في اليوم ب 60 رينجت وخلاص، مثلا 2 30 30 على الشخص، والبنزين مره رخيص بالذات مثلا سياره زي دي اقتصاديه ليترالي 3 سلندر يعني اقتصاديه، كفرها مو كفر سياره كفر دراجه تبي اونس كفر دراجه على ماكينه كفر الدبابه ذاك اللي في الطائفه القوه اللي مثلا ابو اربعه نفس الشيء بالضبط نفس الشيء. اهم شيء حاليا توين واصلين، خلينا ناخذكم معي جوله في الفندق، ليتس جو. يا ناس جميل والله انك تسوق بركسان يمين للمره الثانيه، شفتك في لانكاوي قاعد تبدع. وزي ما تشوفوا بينانج طلعت رهيبه وكبيره جدا، بس ما توقعتها بالحجم هذا، بس طلعت مره كبيره، وفي جميع انواع المواصلات، سيارات، دبابات، باصات، حتى كل شيء موجود، وفي اكتيفيتيز من تسلق من سباحه من وات ايفر في خاطرك، كل شيء موجود، بس مشكلتها شوي زحمه. فلو تبي تنبسط لو تبي شيء تعال اطلع من بدري احسن لك، وانتبه تطلع وقت الدوامات، وقت اروح للعمل ولا وقت رجع من العمل، غير كذا 10 من 10 literally. احلى حاجه اننا عملنا اكتيفيتيز مره كثير في بنانج زي ما كنا نشوفه حاليا في كل حرف اكتيفيتي، فحاخذكم الان رحله معايا ونشوف كل اكتيفيتي كيف مر. هنبدأ الآن بحرف البي. Let's go. طبيعي جدا وانت ماشي تلاقي تماثيل للآلهة جنب مطعم ولا whatever. حصل حصل قابلنا 2 رجال وحرمتهم، هم كبار في السن يعني تقدر تقولوا اعمارهم على حوالي فوق الستين الاثنين فوق الستين، بس الحرمة اسلمت. اوكي يا جماعة الخير، ناس طيبين مرة طيبين وداون تو ايرث، يا اخي تحس نفسك كنت قاعد مع جدك وجدتك، بس يا جماعة طيبين وما يعرف ابدا عن السعودية ولا عن الدول العربية. حسبوا العرب كلها دولة واحدة، حسبوا العرب كلهم عرب اللي يبدأ من الى كله دولة واحدة. والحرة مسكينة كل شوي قاعد تدعي انه هي اسلمت، اعتقد انها كانت غير مسلمة فاسلمت، قاعد تقول انه ان شاء الله اتمنى ان يوم من الايام اروح الحرم قاعد تدعي، فكان شيء مرة يحزن والله العظيم، بس كمان في نفس الوقت انه ما توقعت انهم يكونوا طيبين زي كذا، وناس حرفيا تتكلم معهم تنبسط والله مره داون تو ايرث. اصلا كيف اتعرفنا عليهم؟ دخلنا المطعم احنا ما نعرف اي حاجه، سالناهم من البدايه قلنا للناس اللي شغالين نسمع المطعم حلال ولا لا، انا ما شايف لا لوحه ولا حاجه، قالوا ما عليكم تعالوا حلال. دخلنا
ما احنا عرفنا اي حاجه، ما عندهم مثلا ما اعطوك مثلا ما اعطوك مثلا منيو ولا شيء، ما يعطوك مطعم شعبي 100%. وكمان المطعم هذا او الحي هذا اللي لقيناه من الجسم من الفندق، سالنا الحرمه اللي في الفندق قالت تعالوا منطقه اسمها ليتل انديا او الهند الصغيره. اكزاكتلي فالهند الصغيره. انها فدخلنا ما عندهم ما نعرف اي حاجه، تبدا تدخل مثلا بوفيه ولا شيء، بوفيه تكون كمان في حي قديم، فما حد ما حد يقول لك تفضل لا سمحت انها ما في لا منها ولا زحمه زحمه بس زحمه مره زحمه. دخلنا حرفيا ما احنا عارفين اي حاجه، قلنا لهم ايش على عملت نفسي خويا ايش تنصحني ادخل واشتري لانه انا عارف ايش اطلب. قالت طيب انا اقول لك كذا 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 كذا. قلنا طيب، جاء الاوردر حقتنا يا جماعه شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي والله، شيء انا ما اعرف اوصفه. تعرفوا شيء شعبي بس مره لذيذ، تعرف حرفيا تعرف الفطيره بس ما اعرف كيف نحيفه مره، وعاملينها زيك مطبق، شيء مطبق تعرف مطبق بالضبط مطبق، بس من جوا دجاج وبطاطس. اكزاكتلي exactly. بس من جوا دجاج وبطاطس، يعني شيء على مستوى على مستوى. وبعدين حاطين لك جنبه صوصات وما اعرف ايش، وكل كوم حاطين لك اصلا الاكله، حاطوا لك اياها في زي الورقه خفيفه كده. اي اصلا المفروض اعتقد لازم تكون ورقه اشجار، ورقه شجره المانجا ما ادري الموز ما ادري وات ايفر، بس هم يعني لوكال فحط لك شيء كده ورقه بسيطه بس. انما ايش يا جماعه الخير، شيء مو طبيعي. اي لافد اي ريلي لافد بس اصلا انا عجبني الحي المكان كده، تحسه شعبي وتحس انه الاكل اكل، يعني يقول لك انه الولايه دي ولايه بينان اصلا معروفه للاكل مره مشهوره. فاحنا قلنا خلينا نيجي ونجرب ونشوف، يعني الله اعلم يعني ما ندري حنجرب شيء حلو ولا شيء معفن. فقلنا يلا، لقينا اول مطعم ووقفنا ودخلنا، والان رايحين مكان جديد ان شاء الله، شاطئ معروف هنا في بينانج من افضل الشواطئ اللي موجوده في بينانج. ليتس سي يلا يا جماعه الخير، لو من بعد اليوم العسكري وقفكم قال لكم ادوني الفاكسينيشن كارت، الله يخليكم لا تطلعوا له كرت الفندق. العسكري ساله وير از يور فاكسينيشن كارت، طلع له كرت الفندق قال له ذيس از ماي هوتل روم. لا مو كده الهرجه، ما كانت كده والله اللي حصل مو كده اللي صار. هذا كجاء لين عند راسي وانا قاعد اسوق قال لي شاشه، قلت له ايش؟ قلت له قصدك ريجستريشن صح؟ ريجستريشن، قلت له ديستنيشن اي في الفندق، قلت له فندق، قال لي ريجستريشن كارد، قلت له يمكن ديستنيشن كارد يمكن قصده ولا ايش قصده ما اعرف، قلت له برجاي هوتل ورت فندق، قال لي ايش هذا؟ قلت له انت قلت وقت الفندق، قال لي لا 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 اقصد فاكسينيشن، طلع فاكسينيشن. قول طيب يا اخي حسن لغتكم يا اخي الماليزيين يا دهل. يلا فاكسينيشن، يلا ادينا فاكسينيشن كارت، طلع له كرت الفندق قال له خذ كرت الفندق. والله هرجه ما راح انساها في حياتي كله والله العظيم. 2000 years later. Let's put it in motion. Girl, give me a promotion. Let's make it feel like a vacation. Turn a bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting up early. You know I'm always on the night shift, and you can stand these nights alone. Yeah, you don't need no explanation, 'cause baby I'm the boss at home. والحرف الآن عندنا سايكلينج، يعني أجر دراجة وأمشي في الأحياء وأشوف الرسمات اللي في الجدران زي ما هتشوفوا الآن. زي ما قاعد تشوفها حالياً قاعدين نسوق دراجة ونلفلف. عندنا مهمة دور على صور زي كده، هذه شوف ايش في من اشياء، ايش في من تماثيل، ايش من whatever. الله في المعبد، شوف المعبد. في الشارع في الرسم الاشهر في هناك
وليد صورة الدراجة والولد. فحان وقت التصوير. وهذا كان أحلى جزء عندي في الرحلة، وزي ما قاعدين تشوفوا نركب القطار ونطلع بارتفاع أعلى من 700 متر فوق سطح البحر. زي ما تشوفوا حبايب قلبي، المنطقة اللي احنا فيها دحين هذه اسمها بينانج هيل. بينانج هيل يعني ايش؟ يعني مرتفع بينانج. اوكي، بس المنطقة هذه تحديدا النقطة هذه اللي انا واقف فيها حاليا ميزتها ايش؟ انها نقطة تجمع ما بين ثلاثة اديان، تجمع ما بين الهندويزم والصون والمسلمين. بمعنى في نفس المنطقة هنا جنبنا في معبد حقت الهنود، وتجد تروح الجهة الثانية حتلاقي مسجد للمسلمين، وراهم برضو حتلاقي معبد للصون. فزي ما تشوفوا هذه ميزة نادرة جدا تلاقوها في الدنيا هذه، تسميها يونيتي، تسميها ألف خاطرك. ميزة بس ما هي موجودة في أي محل. خلوني أروح دحين أوريكم كيف وفين وإيش الصور وكل حاجة. زي ما قاعد تشوفوا ورانا متحف، متحف الحرب. هذا المتحف كان موجود وكان المكان اللي صارت فيه الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان. طبعا المتحف ما تغير منه ولا حاجة، زي ما هو نفس الأماكن، نفس الأشياء، نفس الأدوات اللي استخدموها، ونفس المخبة والأسلحة اللي استخدموها في الحرب. هنا صارت تقريبا واحد من نقاط الحرب العالمية الثانية. هذا كان شو اسمه، القوات البريطانية كانت محتلة هذا المكان. هنا انه خلينا نسترجع ذكريات الحرب العالمية الثانية، حتشوفوا اشياء زي ما هو كانت في الحرب العالمية الثانية، من اماكن اختباء، من الاسلحة، الجنود كيف كانوا يقتلوا الناس، كل شيء، كل شيء من بداية للنهاية، كل شيء موجود هنا. Wow.
صح حقيقي وثقيل صح؟ مرة ثقيل. شوفوا هذه قنبلة حقيقية، قنبلة. دانجرس، لا تلمسها يقول لك. هنا في كلام وعارف ايش، امور تواريخ. وهنا زي ما تشوفوا هذه فجوة، فجوة ما اعرف يا رب اكون قلتها صح. انا الان بسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت في هذا المكان هل تقدر تدخل هنا ولا لا؟ اقولها لك بالانجلش نو، اقولها لك بالاسبانيش نو، اقولها لك بالفرنش نو، اقولها لك بالجابانيز بانجو، اقولها لك بالكوريان اني، بالاخر اللي جابه نو. هل يمديكم تدخل هذا المكان؟ عارفين هذا واحد من مكان الاختباء. شوف يا جماعة شوفوا كيف على مدى البصر. يلا يلا يا ويل، اسمعوا الصدى، بس اسمعوا الصدى يا جماعه، شيء او ماي جاد، اسمس اندلس ما ينتهي، احس نفسي حضيع يا جماعه، مو طبيعي. خلاص رقبتي راحت كويس، عاملين انت يا رب ما انتهى لسه، ما انتهى ذا ويل. خلاص روح يا ابني، في خفاش والله، في خفاش كان والله، كان في خفاش وربي كان في خفاش. كان في خفاش، ام سيريس، كان في خفاش. انا تعبت يا ربي اخ، بس شو يقول لك اندر جراوند شيلتر، هذا مكان اختباء في حالة الطوارئ. يا جماعة الخير لا تخشوا هنا. اوف يا جماعة الخير شي مطلع الجزم حقتهم، البوتات والله، كان في خفاش. او ماي جاد، شو السقف. اوه شيت جايز، اوه شيت، شوف هذه البندقية، دي شايفين هذه البندقية؟ هذه البندقية واو طويلة طول هنا، تقدر تشتغل مسؤولية والله طوال يا اخي دورة كانوا. زي ما تشوف هذا المخبى الارضي، يعني كانوا يتخبوا هنا تحت، فعشان يطلعوا فوق لازم يحبوا 7 امتار بعدين يتسلقوا 9 امتار. سلم ايوه، يتسلقوا 9 امتار، بس حاليا في درج، اول ما كان في درج. لازم تخيلوا تسلقوا كده على طول، يتسلقوا بيداتهم وما ادري بحبل او شيء زي كذا. فالان حاطين لنا شو اسمه درج، فعشان تجربوا تحسوا شعورهم. انا الحين بدخل واشوف كيف. اوه ماي جاد، اسمع كيف بدخل. اوه شيت، ها انفع اكون محارب ولا لا؟ قولوا لي. شوف هذا الطريق كيف، هنا كان محل اداري للاداريين، هنا الناس المسؤولين عن المكاتب ومكاتب الجنود والشهد كله، هنا موقعهم. هذا الحمامات،
قديش حجمها يا جماعة الخير؟ بكل الدخول تقضي حاجتك هنا برمي. وهنا زي ما تشوفوا محل تعليمي. والله how did you know it's written here and I remember last time you said. وهذه زي ما تشوفوا تن كنت لا تخرج هم كنت بقول لك تخرج ماجد شفت اللي شفناه قبل شويه هيا اتفضل نو اي من غبي شو تفضل اسوأ منه واي شوف هذا مره اصغر صح ولا هذا خرج من هنا هذا على فوق لا ما تنسى ما تنسى شوف نفس الشيء خرج من هنا اوه اسكيبت من ناحيه اذا صار مثلا اي شيء ولا اي خطر تدخل من هنا تطلع منها Waiting room. Wow. انتهت الرحلة. Back to Kyoto.